到。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. الموضوع مشاهدينا الكرام سيكون عن استمرار مسلسل استهداف الناشطين والمتظاهرين وصمت الحكومة عن هذه المحاولات وهذه الاغتيالات وعمليات الخطف والتغييب التي يتعرض لها الناشطون والمتظاهرون. المقاطع التي شاهدتموها قبل قليل هي لنجل الناشطة في مجال حقوق الإنسان فاطمة البهادلي الذي اغتيل في محافظة البصرة. هو النجل الثاني للناشطة فاطمة البهادلي الذي يتعرض لعملية اغتيال. طبعا مصادر محلية قالت أن علي كريم نجل الناشطة فاطمة البهادلي اختطف قبل نحو 24 أو 24 ساعة قبل العثور على جثته في منطقة الجمعيات وعليها آثار الرصاص. كشف مقربون من الناشطة فاطمة البهادلي أن المنطقة التي وجدت فيها جثة الشاب علي تعتبر منطقة نفطية محرمة، يصعب على أي شخص الدخول لها، ما يعني أن الجهة التي نفذت الجريمة هي جهة متنفذة. طبعا الابن الأول للناشطة فاطمة البهادلي كان قد اغتيل العام الماضي، كما تعرضت هي لحملة تشويه من قبل الميليشيات ومن يتبعهم على مواقع التواصل الاجتماعي. أهالي محافظة البصرة شيعوا جثمان الشاب علي كريم نجل الناشطة المدنية فاطمة البهادلي ليوارى الثرى في مقبرة المحافظة وسط غضب شعبي من استمرار الصمت الحكومي عن هذه الجرائم واستمرار الجاني بفعل ما يرغب دون حساب ودون عقاب. نرغب الآن مشاهدينا الكرام بمشاهدة هذا المقطع لتشييع جثمان نجل الناشطة فاطمة البهادلي في محافظة البصرة. مشاهدينا الكرام، كما تابعتم هذه اللحظات الصعبة للناشطة فاطمة البهادلي حيث فقدت ابنها الثاني بنفس الطريقة، وتستمر الحكومة بإبعاد نظرها عن هذه الحوادث ومحاولة تجميل صورتها على حوادث أخرى، مسرحيات ربما وصفها العراقيون بأنها مسرحيات حكومية كقضية إلقاء القبض على مفجر أو مفجري سوق في مدينة الصدر، أو ما حصل من قضية استهداف هشام الهاشمي وهذه المسرحية بعرضهم لملازم من وزارة الداخلية الذي تحدث بشكل عام
ولم يذكر الجهة التي حركت، لم تذكر الحكومة الجهة التي تقف خلف هؤلاء المحاولين لإثارة الفوضى، لاستهداف الناشطين، لتفجيرات، لحرق العراق إذا صح الوصف والتعبير. اليوم مشاهدينا الكرام نتساءل، هل الحكومة جادة بالتصدي لهذه الجهات التي تحاول استهداف الناشطين المتظاهرين العراقيين بشكل عام؟ أما حصل في اليومين الماضيين أو في الأيام التي مضت من عملية الكشف عن قاتل هشام الهاشمي، رغم أنه هناك كان أكثر من شخص ارتكب هذه الجريمة ومن قام بتفجير سوق في مدينة الصدر، هي تعتقدون أنها مسرحية حكومية، خاصة وأن هذه الجهات أو هؤلاء الأشخاص المتورطون عرضتهم السلطة بدون تفاصيل عن الجهات التي حركتهم، خاصة فيما يتعلق باستهداف الناشطين؟ يعني الشخص الذي ظهر الملازم في وزارة الداخلية تحدث عن تفاصيل ارتكاب الجريمة، لكن لم يذكر من هي الجهة التي حرضت، وكذلك لم تذكر السلطة. وبالتالي السؤال هو، هل تحاول السلطة، حكومة الكاظمي أو حكومات ما بعد الاحتلال بشكل عام من أحزاب وميليشيات، التغطية عن الجهات الفاعلة أو على الجهات الفاعلة التي ترتكب هذه الجرائم في العراق؟ لماذا لا تذكر أي جهة حكومية الأشخاص المتورطون بسفك دماء العراقيين؟ هل الحكومة جادة بتحقيقاتها أم أنها محاولة لتجميل صورتها قبل الانتخابات؟ مفوضية حقوق الإنسان في العراق طالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية للناشطين. دعا عضو المفوضية علي البياتي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية والأخلاقية لحماية الناشطين في مجال حقوق الإنسان في العراق بعد عجز الحكومة عن ذلك، وتحول حالة الإفلات من العقاب إلى أداة مشجعة للجنات لارتكاب جرائم أكثر وأوسع. أضاف البياتي أن ما يحدث في محافظة البصرة من جرائم قتل واختطاف هو ضعف في أداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب. كيف يمكن أن تتحقق العدالة في العراق اليوم في ظل وجود مبدأ الإفلات من العقاب، مبدأ سائدا لدى جميع منتهكي القانون الخارجين عن القانون، أحزاب وميليشيات بغض النظر من هي هذه الجهات؟ لماذا تصمت الحكومة عن هذه الجرائم؟ لماذا نرى بأن هناك جهات تحذر وأن هناك أشخاص يتحدثون عن تعرضهم للتهديد، ومع هذا يتعرضون للأذى والحكومة لا تتدخل، تبقى متفرجة حتى يسفك دم العراقيين؟ لماذا هذه السلطة تترك الجنات إذا هي فعلا كما تقول حريصة على تطبيق الأمن والقانون في العراق؟ معنا اتصال السيد أبو حسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب. هؤلاء الناس هم كلهم مسلسل فيلم أمريكي بريطاني إسرائيلي بحت. نعم. يعني هم جابوهم يعني ما يقدرون عليهم، هم جابوهم، هم عبيد لهم. فهذا كله فيلم أمريكي إسرائيلي إيراني. نعم. يعني هم جايين يتخلصون من العراق بحيث يخلي يعني بسقوط باحتلال العراق. احتلت دول هواية أربعة بد ثلاثة يعني سوريا، لبنان، على اليمن. هي فيلم أمريكي. طيب. يعني هم جابوهم يعرفون يعني يعاقبوهم ويحاسبوهم، ثم أي واحد يرتكب جريمة قتل أو يقتل ناشط منا عدين بالإعلام، عدين إحنا قبضنا عليه وكذا. وفيلم فيلم يعني فيلم مفبرك. ليش برأيك يا أبو حسن تختصر الحكومة الجرائم بشخص واحد؟ يعني هذا اللي ارتكب جريمة قتل هشام الهاشمي ظهر على وسائل الإعلام وتحديدا القناة الحكومية بأنه هو الذي نفذ العملية، قال بأن هناك جهات خارجة عن القانون، لكن الدولة الحكومة لم تذكر من هي هذه الجهات، هو لم يذكر من هي هذه الجهات، ومر الموضوع مرور الكرام، ويرى البعض بأن القضية انتهت. لكن هل تنتهي القضايا بهذا الشكل عند شخص واحد، أم أن الموضوع في العراق والجرائم التي ترتكب برأيك على نطاق أوسع، على نطاق أحزاب، على نطاق ميليشيات، على نطاق جهات أكبر؟ أخي هو على نطاق أوسع طبعا، لأن إيران متدخلة وأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. يعني أعطيك فكرة نهائية. نعم. يعني فشوف الفيلم دي يسووه الأمريكان. طبعا مشكلة العبارة، يعني شفتوا إن شافوا الناس والعالم كله شلون غرقت أطفال وكبار. نعم. بالسن وشباب ونساء. إيش سووا يعني في الشارع هاي؟ هم كلها ملتزمين أحزاب.
على القتل، على الإرهاب، على التدمير، على الاغتصاب، على سرقة الأراضي. يعني البلد صار هيته. فضل أمريكا جابت لنا هاي الديمقراطية. أي واحد يرتكب جريمة ثانية وما يطلع، ما بيها كل مجال. يعني أنا شفت هذا قبل فترة اللي قال أنا أم الولد ما قالت، هو هدد وما هدده. وين القانون؟ إحنا ما عندنا لا قضاء لا قضاء لا قانون لا دولة. يا اللي يجي سواله جيش وسواله عصابة تقتل وتنهب وتسرق وتختال براحتها. ماكو باكو عند ما عندهم رادع، لأن هم منهم بيهم يسوون المشاكل هاي بالعراق. طيب هل تعتقد أن حكومة الكاظمي جادة في التصدي لمن يثيرون الفوضى، لمن يستهدفون الناشطين في العراق؟ لا أبدا مو جادة. والدليل بأنه هم الأحزاب هم سوته، هو جا سوته رئيس الوزراء. يعني بأي منطق بالعالم، أي منطق بالعالم، أي دولة كانت، ماكو واحد يتنصب رئيس وزراء إذا مو شعب واختيار وانتخابات. قبل جابوا حيدر العبادي، جابوا عادل عبد المهدي، جابوا هذا الكاظمي، مو بإرادة الشعب، إرادة عصابات إرهابية قتل مجرمين. ولذلك شوف العراق يعني من كل مكان مخترق، من تركيا إلى إيران إلى سوريا. سوريا من طبب داعش؟ ليش ما طببوه من الجنوب؟ طببوه على الغربية في سبيل دمره. ناهيك عن القتل مال الحويجة، مال جامع سارية، يعني أشياء ما يصورها العقل. يعني هم جايين تدمير على قتل العراقيين. شكرا جزيلا أبو حسن من بغداد. عندنا السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد، حياك الله. يا هلا بك أستاذ محمد، تحية لك وللبرنامج وللقناة. أستاذي، من قتل نفس بغير حق فمصيره إلى النار ومأواه جهنم وبئس المصير. يا أستاذي هذا بالإسلام وبالدين وبالأخلاق. أيضا يا أستاذي بالنسبة للاستهداف الأشخاص المتظاهرين، يعني قد يصدر من متعاطي لا يراقب الأمور أو به أذى من رأسه، قد يكون مختل عقليا. ولكن الحكومة إن شاء الله مستقبلا نتمنى أن تكون جادة مستقبلا للمحاسبة وضبط الجناح والمتورطين والمشاركين بمن يؤذي المتظاهرين والمحتجين والمحتصمين، لأنهم أصحاب حق وأصحاب يعني عدالة وإنصاف، يريدون حقوقهم مشروعة. الظلم والنشامة يا أستاذي. وآخر الكلام، أنا ناوي هاجر إلى العراق وزيارة جرف الصخر، وتحياتي لك وللبرنامج الراقي المميز الناجح، وشكرا لك. طبعا بالنسبة للنقطة اللي ذكرها الأخ سعد، وهي قضية أنه من يستهدف الناشطين أو المتظاهرين هو شخص قد يكون مخبول أو مختل عقليا مثل ما وصفه، هذا الكلام غير منطقي، لأنه من يستهدف اليوم هم من يعارضون السلطة، من يرفعون شعار كلا لهذه العملية السياسية، للوجود الإيراني، لوجود الأحزاب والميليشيات الفاسدة. وبالتالي غير منطقي أن يكون الاستهداف دون غيرهم للأشخاص الذين يعارضون هذا النظام، الذين يرفضون وجود هذه الميليشيات، الذين يرفضون هذه الفوضى الحاصلة والفساد الحاصل في العراق. الموضوع كما يراه كثيرون وكما تصفه الكثير من التقارير الدولية، الموضوع مدبر، الموضوع موجه من قبل جهات داخلية وخارجية، ويراد من خلال هذه المحاولات إسكات الأصوات التي تطالب بالحق والتي تطالب باستقرار هذا البلد على كافة الصعد طبعا. وبالتالي الموضوع غير منطقي أن تكون هذه حالات فردية أو من ينفذها أشخاص مختلون عقليا. يعني هذا الموضوع غير منطقي باعترافات من أظهرتهم الحكومة، خاصة بقضية استهداف الناشطين. اعترف هذا الشخص وإن كان هو واحد من مجموعة، لكن بالنهاية هو كما تقول السلطة هو من ارتكب هذه الجريمة. اعترف أنه محرك من قبل جهات أكبر، وأن هناك جهات ربما تخاف السلطة من أن تذكرهم أو لا تستطيع أو لا تريد أن تذكر من هي الجهات التي تحرك هذه الأدوات لاستهداف الناشطين. معنا اتصال. طيب، المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان قال إن التقصير الحكومي في محاسبة مرتكبي جرائم الاغتيالات في العراق منح الفرصة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الناشطين والمعارضين وأصحاب الرأي. طالب المركز بالتحقيق بجرائم الاغتيالات وفرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها. أين نتائج اللجان التحقيقية التي أعلنت السلطة عن تشكيلها
منذ 2003 ولغاية اليوم فيما يتعلق باستهداف العراقيين بشكل عام إن كانوا متظاهرين أو غير متظاهرين؟ طيب ماذا عن اللجان التي شكلها على الأقل مصطفى الكاظمي في فترته، الفترة التي يحكم فيها، اللجان التحقيقية التي وعد بتشكيلها أو نتائج التحقيقات التي وعد بإخراجها إلى الرأي العام فيما يتعلق بقضية استهداف الناشطين والمتظاهرين وكل القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أو أمن الدولة أو الاقتصاد أو غيرها؟ أين نتائج هذه التحقيقات؟ ماذا عن جميل الشمر الذي سفك دماء أهالي الناصرية؟ ماذا عن من قتلوا المتظاهرين في محافظة البصرة؟ ماذا عن القبعات الزرق الذين سفكوا دماء العراقيين في كربلاء، النجف، بغداد وغيرها، حتى في الناصرية حرقوا الخيام وقتلوا المتظاهرين؟ ماذا عن من سمح بدخول العبوات الناسفة إلى ساحة الطيران وغيرها؟ وكل هذه الحوادث التي حصلت في فترة الكاظمي، أين هو أو أين نتائج التحقيقات بالنسبة للحكومة ولجانها التحقيقية فيما يتعلق بهذه القضايا؟ أيضا مشاهدينا الكرام، عائلة أبو أحمد الهليجي والد المحامي المخطوف علي جاسب أعرب عن خشيته من إطلاق سراح قاتل والدهم، أو العائلة أعربت عن خشيتها من إطلاق سراح قاتل والدهم ضمن مسلسل المساومات وتخادم الأحزاب الحاكمة. مصادر صحفية نقلت عن أبو عباس الهليجي شقيق جاسب حطاب مطالبته الرأي العام بالتدخل بعد تعرضهم لتهديدات من قبل ميليشيات الأوفياء بالتصفية في ميسان إذا لم يتنازلوا عن الدعوة. هذا كلام واضح وصريح وعام، على الحكومة إذا كانت جادة أن تتدخل، لكن أين هي هذه السلطة من هذه التهديدات ومن هذا القمع؟ معنا اتصال. السيد حسين من السعودية، تفضل. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي محمد، بالنسبة الحين العراق وضع، يعني أمريكا وضعت العراق وقالت بتسوي الحرية والديمقراطية. نعم. وما دام العراق وضع أصبح الآن في حبل المشنقة في يد إيران، فمقتدى وهادي العامري ويقولوا بالنسبة للكاظمي، الكاظمي يا أخي هو ويا العامري صنوان مع مقتدى، واللي فعل الجريمة في السوق في مدينة الصدر ما فعلها إلا الصدر، إلا مقتدى الصدر. فيا أخي العراق، يعني وين كلمة حقوق إنسان وأمم متحدة ومجلس الأمن وبوش اللي قال بيسوي الديمقراطية والحرية في العراق؟ فالعراق في جحيم، والسبب في ذلك هم الميليشيات اللي تأتمر بأمر إيران وتنتهي بنهي إيران. فيعني زي ما قال النبي، إن لكم بداية فانتهوا إلى بدايتكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم. يا أخي العراق متى يتخلص من إيران فهو بخير، وليه أمريكا اللي سلمت العراق لإيران ليه هي ما تنقذ العراق؟ هي المستفيدة إيران، والشعب العراقي هو الضحية. هل تعتقد سيد حسين أن أمريكا تريد أن تنهي الفوضى الحاصلة في العراق؟ لا، هي أسباب البلاء، هي اللي اجتاحت العراق، وهي اللي سلمت العراق لإيران، وأصبحت الميليشيات تصول وتجول في العراق وتأمر. هذه العامري أكبر مجرم، هذه العامري ومقتدى أكبر مجرم، اللي القبعات الزرقاء يتسوى في أم برير وغيرها وكذا، من اللي قتل 27 ذولي غير مقتدى وجماعة مقتدى؟ فهو مقتدى والعامري والمالكي وحيدر العبرازي اللي يقول الحشد الشعبي هذا جزء من الجيش، الحشد الشعبي مثل حزب الله في لبنان ومثل الحوثي في اليمن. والمالكي نفس الشيء، كلهم هؤلاء جابتهم امريكا، وامريكا هي اللي تتحمل الوزر اللي وضعته في العراق. فيجب على امريكا ان تنقذ العراق من المأزق اللي والآن يقولوا كاظمي بيروح لأمريكا. أمريكا هي أساس البلاء، هي اللي وضعت العراق في حبل المشنقة وسلمته لإيران. شكرا جزيلا لك سيد حسين من السعودية، وصلت الفكرة، شكرا لك للمشاركة. عندنا رسالة من أبو يوسف من الدنمارك يقول: تحية طيبة أستاذ محمد، هناك متصل ما راح أذكر حقيقة حتى يعني تكون الرسالة عامة و حتى لا يكون الموضوع هجوم وأخذ ورد وكذا. يقول: هذا الشخص يحاول دائما حرف مواضيع البرنامج، وهذا الشخص أنا متابعة يخرج على كثير من القنوات وهو صوت مشبوه، نرجو عدم فتح خط له لأن كلامه مقزز ومثير لمشاعرنا، وشكرا
لكم. أبو يوسف من الدنمارك، شكرا جزيلا يا أبو يوسف. كل المتصلين طالما يتحدثون بأسلوب بعيدا عن التجاوزات والألفاظ المسيئة مرحب بهم باختلاف وجهات نظرهم وآرائهم، بالنهاية نحن نتناقش، إن كان هناك من يعارض وجهة النظر التي نطرحها نحاول أن نتفاهم معه، إن لم يقتنع فهي هذه قناعته الشخصية، لكن في النهاية طالما دخل بإطار مهذب بعيد عن التجاوزات أو التجريح فلا بأس، ويبقى الموضوع لكم أيضا الرد على من تعتقدون أنه يحرف البرنامج عن الموضوع أو يتجاوز أو يحاول أن يدس السم في العسل كما يقال. يعني هذه الإجابات أو الحوارات تكون لكم للإجابة. عبد الرزاق من بابل تفضل، حياك الله. وعليكم السلام أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شكرا لردك على الأخ المتصل، لأنه هذا البرنامج صراحة هو لجمع الآراء المختلفة، يعني مو الآراء المتفقة، حتى لإنجاح هذا البرنامج حتى نعرف وجهة نظر الآخرين وإقناعهم. وشكرا لك على الرد أستاذ محمد. بالنسبة للموضوع مالتنا، عندما تكون الحكومة ضعيفة وخائرة وهشة تقوم العصابات والميليشيات تسرح وتمرح بالساحة الحكومية وتفعل ما تفعل. السبب الرئيسي وراء هذا الأسلوب وهذا التصرف من قبل الميليشيات هو الإفلات من العقاب. الإفلات من العقاب يا أستاذ محمد هو السبب الرئيسي لتشجيع القتلة على الاستمرار بالقتل والجريمة وإسكات صوت الحق. هذا هو السبب الرئيسي، لأنه لو أكو يعني هناك أكو حكومة ومتابعة وقانون لردع هؤلاء القتلة ما تتكرر حالات القتل. الشيء الثاني يا أستاذ محمد، على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والإخلاقية بتوفير الحماية لأصحاب الكلمة الحرة من ناشطين وصحفيين ومحللين. كافي يبقى المجتمع الدولي يتفرج على دماء العراقيين. يعني قبل كم يوم شفنا مدينة الثورة ويعني فعله وما فعله والقتلة، ويعني صراحة أحزن قلوبنا. واليوم يعني قتلنا كافي. يعني خلي نوقف يعني خلي نوقف بهاي النقطة، يعني عندي بها سؤال بالنسبة لنجل الناشطة فاطمة البهادلي اللي عثر على جثتها في منطقة نفطية محرمة وممنوع الدخول إليها، وبالنسبة لما جرى في مدينة الصدر في سوق الوحيلات، أهالي مدينة الصدر أهالي المنطقة قالوا بأنه ولا أطلع كلامك مدينة الثورة أستاذ محمد. طيب يعني ماشي، هذه المنطقة يقولون بأنه نقاط التفتيش الموجودة، حتى أبو التوك توك مثل ما قال أحد الأشخاص اللي ظهر المقطع عرضناه قبل كم يوم، قال بأنه أبو التوك توك يأخذون منه أوراق وسنوية وما أدري شنو، يفتشون التوك توك اللي هو يسترزق منه وهو على باب الله إنسان فقير، لكن يجون أهالي السيارات المظللة، أصحاب السيارات المظللة، من يحملون الباجات الحكومية أو الحزبية أو الذين يتبعون لجهة ميليشياوية أو مسلحة، لا يتعرضون لأي نوع من أنواع التفتيش، بل حتى يخاف الجندي أو المكلف الموجود في هذه النقطة من التعرض لهم. كيف لهذه المناطق أن تؤمن؟ كيف للناشطين أن يأمنوا على حياتهم إن كانت الحكومة بقواتها الأمنية تميز بطريقة التعامل ما بين الناس البسطاء وما بين أصحاب الأحزاب والميليشيات؟ لا تقترب من هؤلاء وتطبق القانون بحذافيره على البسطاء. إذن كيف يمكن أن تحفظ حياة الناس وتحافظ على أمن البلد؟ سيد محمد، أكو قول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وإحنا اللي دغنا صارنا 18 سنة أو أكثر. هذه العملية اللي صارت العملية الإجرامية من قتل الناس وزهق الأرواح وسفك الدماء هو يعني صراع أحزاب. صراع أحزاب على المناصب والمكاسب. هاي وصحت معروفة، هذا بعد ما أعتقد يعني أبسط عراقي ما يعرف منه اللي وراء قتل الناس الأبرياء. يعني أنت بس ما تفضلت، إحنا عندنا جيش وقوة أمنية. زين هاي القوة الأمنية يعني وين دورها؟ وين فعلها؟ وين عملها؟ إذن العمل يعني هو أستاذ محمد يعني
صراع احزاب ويعني على المناصب مالتهم، وكل ما تقرب الانتخابات يزيد سفك دماء العراقيين، وهذا اللي احنا اصبحنا فرجة للعالم ونحمل امريكا السبب الرئيسي وراء هذه سفك الدماء. وتحياتي لك سيد. شكرا جزيلا لك سيد عبد الرزاق من بابل. عندنا كرار من الناصرية، تفضل يا كرار. نعم استاذ، اولا تحيه لك القناة جمهور القناه الرافدين جمهور قناه الرافدين، حياك الله، اهلا وسهلا. اولا نعزي المجتمع البصري وبهاي الفاجعه الاليمه والست فاطمه الناشطه المدنيه اللي هي امنا ووالدتنا تكون. طبعا الست فاطمه بدايه ثوره تشرين تعرضت الى هجمه من تسقيط من قبل السفاره الايرانيه لانها مدعومه من السفاره الامريكيه، وهاي كل احنا الناشطين تعرضنا لهاي الهجمه بان احنا جوكريه، وهاي وقتلوا العام الماضي قتلوا هم ابنها الشخص الاول، وغاي الثاني مره ثانيه هم قتلوا ابنها الثاني. يعني وكل زين تدون بمعلومات، يعني ما حاجه اشرح لكم تفصيل القصه وشون جرت وشون صارت، كل زين تدون المنطقه شلون محرمه. بس اللي بس استوقفك يعني استوقفك على النقطه ذكرتها بس حتى افهمها، لان يعني يمكن انا سمعت غلط. انت تقصد بانه فاطمه البهادلي مدعومه من السفاره الامريكيه لو السفاره الايرانيه بدعم امريكي حرضت على الناشطه، حتى افهم السفاره الايرانيه حرضت علينا احنا الناشطين كل احنا حرضت اي، لكن موضوع موضوع لانها مدعومه من السفاره الامريكيه هاي ما افتهمتها، من هي المدعومه من السفاره الامريكيه؟ استاذ فاضل تذكر من بدايه ثوره تشرين شنو طلعوا علينا احنا الناشطين مدعومين وابناء السفارات وجوكريه؟ بالضبط طلعت علينا بان احنا متعومين من السفاره الامريكيه، نعم، واحنا ناشطين جوكريه، نعم، واحنا كلاب للسفاره، تعال التوب كلها تسقط بينا احنا كناشطين، احنا ولا كاننا ما عراقيين. نعم انا سالت السيد عبد الرزاق من بابل، اذا كانت الحكومه فعلا تسعى مثل ما تقول الى تطبيق القانون وينها عن حمايه الناشطين والمتظاهرين اللي يتعرضون للتهديدات؟ فاطمه البهادلي فقدت ابنها الأول قبل عام بنفس الطريقة، تم اغتياله وتكرر الموضوع وتعرضت هي إلى تهديدات، ومع هذا الحكومة غض النظر عن هذه الحالات وحتى محاولتها لكشف القتلة على قضايا بارزة مثل قضية هشام الهاشمي. لكن كم ناشط قتل واغتيل في التظاهرات ولم تكشف الحكومة عن قتلتهم؟ نعم استاذ اكيد اليوم اللي يقتل واللي يهدد واللي يصفق الناشطين هو متعوم من نفس الحكومه العراقيه، لان هو لو ما مو هو لو مجرم، يعني هسه حكومه الكاظمي لو مجرم هسه اكيد يعني الناشطه ست فاطمه يعني ما معقوله ما قدمت اوراق مثل ما تقول قضيه بحق ابنها الاول، معقوله من جهه تهديدات ما قدمت للدوله؟ يابا ترى انا تهددت مثل ما صار ويا ايهاب الوزني وابو كربله، هم قال يابا طلع بنفسي قال يابا انا مهدد يا قائد الشرطه احميني، كل حمايه ما في، انت لا تخليني اشيل المسدس خاطر ادافع عن نفسي ولا انت جاي تحميني، يعني وين الدوله وين القانون؟ يعني كل زين جاي نشوف اللي يقتل بينا هي نفسها الدوله، يعني هي ميليشيات بالدوله، يعني هي عصابه فلان وعصابه علان وميليشيا فلان وعصابه علان، ليش احنا زين احنا الناشطين يعني احنا منو انه منو يحمينا؟ يعني شنو جاي نطالب بيه؟ ترى احنا ما جاي نطالب بيه، يعني باكر فاطمه توفت، يجوز باكر اني احكي بالمواقع التواصل وانتقد هاي المشروع وانتقد ذاك المقاول وانتقد هذه المحافظ، يجوز باكر احتمال باكر انا مصفه من قبل الميليشيات اللي جاي انتقدها على مواقع التواصل الاجتماعي، زين انا منو راح يحميني؟ يعني بالتالي انا راح اتصفى وراح اموت وينتهي حالي مثل كشام الهاشمي وكياب الوزني وست فاطمه خطيه خسرت اثنين من ولدها، يعني احنا وين نروح؟ ما جاي نعرف، لا احنا مثل ما تقول لا الدول تدعمنا مثلا وتحمينا وتوفر لنا يعني وسائل يعني خاطر تحمينا بجابه انتم اذا عندكم قضايا احنا نتوكل بها احنا ندافع بها عنكم، احنا جاي تجينا تهديدات جاي على الرضيع على التهديدات جاي نعرف على الحكومه يا ترى ارقام جاي تهددنا يا اي شنو يعني شو نسوي لكم ارقام مجهوله وما بها ما لها اي اصوليات ما لها هاي الاستخبارات اللي نروح نحكي وياهم، زين احنا وين نروح؟ يعني احنا نهاجر بلدنا من برا العراق ونحكي؟ زين احنا بالتالي ما طالبين شيء يا استاذ، يعني احنا كل الرائدين خدماتنا هي من حقنا، يعني بالدستور موجوده، يعني لا متى هذا الدم العراقي ينسفك على شنو؟ احنا طالبين شيء يعني مو من عندنا، يعني احنا جاي مثل حكومه متعافين عليها طالعين، يعني احنا نبذل هاي القضايا نريد كهرباء ماي الشوارع، يعني هي هاي، يعني باكر عقب يصفى الناشط، يعني اي ناشط اليوم يطلع يعني احنا يعني يا استاذ يعني احنا بدينا نخاف،
يعني احنا جاي نطلع والله بالشارع يعني خايفين يعني خايفين دام وينك انت انه بس يعزون اهلك يعني شنو ذنب يعني شنو ذنب ابوك يتاذى لو امك تتاذى لو تاذى اخوك يعني انت بالتالي يعني شيء اكيد راح ينكسر قلبك يعني سيد كرر انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا وصلت الفكره قد يختلف معك البعض بقضيه خائفون وطبعا يعني هناك امثله كثيره عن هذا التوصيف وحقيقة قد يعترض كثيرون على هذا الوصف لأنه الخائفون كما يقال لا يصنعون الحرية وبالتالي الخوف أمام هذه الزمرة سيجعلهم أقوياء أكثر على الشعب العراقي نتمنى أن يكون هناك شجاعة أكثر وطبعا الموضوع ليس تنظير ولا مزايدة على شجاعة العراقيين لكن يعني التمسك بالأمل ومحاولة الثبات هو أفضل حل في مواجهة هؤلاء أو لمواجهة هؤلاء. أبو ياسين من ديالة تفضل حياك الله. حياك الله أخي محمد الغالي حل سعد المحترمين. الله يبارك بيك حياك. الرحمة للشهيد علي الكريم وشجاع الثورة وحيا هاي المرأة العنودة البطلة خنساء البصرة هي فاطمة أم الشهيدين. نعم. وأقول للأخ المتصل أقول له هذه الأسلوب والممارسات ما تأخر عن جهة الثورة أطلقا أبدا ولا كفوا والله العظيم. نعم. والله العظيم تلقاهم بسدون عالية وأصواتنا ترهبهم والأخ سعد من الكويت اللي يقول اللي يقتلون أهبل لا اللي قتلهم الوقت اليوم راح لأمريكا يفاوض بايدن وعلى رأسهم رئيس الحكومة وبالأمن الوطني ومثل الحشيد المقاوم البطل يروح يحاوضون أمريكا الأبطال المقاومين أما أبو القب عزة قال يوم عنده أزمة ثالثة على العملية السياسية من 2003 على دول الجوار ولا توجه لسائم حضر الجنابك أذكرك 24 شباب من عنا عز طفيل ساعة الاحتصامات ساعة التحرير البيان مالك الأرعن مال الميت يوم حجة للحكومة وجرت من 2011 لهذا هذا يومك توك شطرت وتأتي تتحدث عن الفشل العملية السياسية والله محمد احنا كنا محتصمين بشباب فلك هو يوم 24 شباب البيان ماله ففي ناس خطية تخاف من اسم السيد السبو فقرية حوالي أقل من 60 متظاهر صامدين فالساعة من 12 بالليل والله العظيم يا أخي محمد جانا مقدم ويا جماعة ذول الجلاوزة جو علينا قالوا تنسحبون أنا شوية عنود وقع قلت ما ننسحب قال عندنا أوامر المرجعة العليا قلت إحنا جايين نسقط المراجع العليا فهو طالع عاد ونفذ به سحبنا الساعة 12 بالليل طبعا الارسنه مزروعه هذه مال الشغف فسحبنا امام جامع الخلاني ساحه بشباب والله العظيم يا محمد فايضينها مي وبقينا نتراجع في الصبح اذان الفجر جينا عدى حتى نصلي من عنا قالوا ما الطبول ممنوع الطبول للجامع فتقريبا الساعه 7 الصبح سحبنا تحت التحرير فهاي شنو لقيناهم رافعين شعارات شايلين هيل وجايين اطفائيه غاسلين ساحه وقال يا ابن الامه استحبوا هاي ممارساتهم ما تنتهي وما يخافونا والله نبقى بكل احناس لازم لازم نسقط هاي العمليه هاي البايت هذول اللي يقولوا في ايران نعم. يعني ما نزلت انت مقتدى اليوم من طالع تضحك على نفسك تضحك علينا هذول الطائفيين القذرين القتله اللي يتهمون الصالميه مال مدينه الثوره وهذا شنو اخلاق دوله والله محمد هذه مو اخلاق دوله لكن انا اناشد الشعب العظيم هذا الشعب الجبار اللي هو عرف الامه وجنود العراق سؤال باختصار سؤال وباختصار الاجابه لو سمحت ابو ياسين لان عندنا ناس ينتظرون من خلال متابعتك لمجريات الاحداث في العراق وقضيه استهداف الناشطين والمتظاهرين وحتى هذه اللحظه لم يعلن عن الجهات التي قامت باستهداف ثوار تشرين هل تعتقد ان الحكومه تريد اصلا أن تنهي ظاهرة الفوضى وانتشار السلاح في العراق وقضية استهداف الناشطين؟ محمد معقولة هي الحكومة تتلف عن نفسها هي الحكومة القاتل هي الحكومة القتلة هي الحكومة من الشياط هي الحكومة هي من الشياط المتلفلة هم قاعد يقتلونا احنا نفهم لا ما ينهونا هم يردون التوسع عزيز حتى ينهوا هاي الثورة بس هاي الثورة تبقى إن شاء الله عالم وثورة منتصرة شكرا جزيلا لك يا أبو ياسين من ديالة أعتذر منك عندنا متصلين ينتظرون السيد كيان من بغداد تفضل يا كيان أستاذ محمد مساك الله بالخير مساء النور حياك الله حبيبي تحية إليك وللسادة الطيب أستاذ محمد سنة. أنت سألت هواي أسئلة
تفضل. خلنا نجاوبك اول مره على سؤال من عثمان على تفجيرات مدينه الصدر قبل عادتي. نعم تفضل. تفجيرات مدينه الصدر ما اجى من السماء او نزل او فجر، ولا اجى من تحت الارض او نزل او فجر، تمام، من داخل المدينه. لا تتعب نفسك من داخل المدينه، طلع حط فجر وفي ماله، تمام. هاي نقطه يعني طيب. لا حد يذبها بغير زيد وعبيد، لا من داخل المدينه. طيب ماشي، من داخل المدينه شنو الهدف؟ ان يتم استهداف سوق فيه نساء واطفال. انا خدمك شنو الهدف؟ الهدف من عندها نظريه الفوضى، هاي نظريه الفوضى، اشغال الناس بهاي الامور وهم ينفذون غير امور، هم يسرقون وطن ويلهون الناس بهاي التفجيرات. نعم تمام؟ هاي ويلهون الناس بقتل المتظاهرين، ويلهون طيب. ويلهون الناس بقتل الثوار، ويلهون الناس بالماء، او يلهون الناس بالكهرباء، او يلهون الناس بهواي امور، هواي ازمات يخلقون بهاي نظريه الفوضى، تمام؟ نعم. هاي استاذ محمد، هاي وحده. النقطه الثانيه، السيد مقتدى يقول انا انسحبت، تمام؟ طيب. يقول انا انسحبت، انت انسحبت وهاي هي؟ يعني انت انسحبت ورحت انتهى الموضوع؟ لا حبيبي، انت ما تنسحب وينتهي الموضوع، انت من 2003 لحد هاي اللحظه وزراءك مستلمين وزارات حيويه، تمام. لو لا نريد نتحاسب نقعد نحاسبك، تعال عمي، تعال عمي، انت وزراءك شنو ابتدوا من مشاريع؟ شنو خططهم؟ وش سووا بهاي ال 18 سنه؟ شنو منجزاتهم؟ وين راحت اموال العراق؟ ليش هاي الناس ما مستفاده اي شيء هاي ال 18 سنه؟ هاي الابرياء اللي قاعد تنقتل شنو موضوعهم؟ وزراءك وين لحد هاي اللحظه؟ الكتله مالتك هاي وين؟ انت تقول اني اكبر كتله بالعراق، زين اكبر كتله بالعراق، وين منجزاتها؟ اموال العراق. طيب هاي بالنسبه وين؟ هاي بالنسبه لمقتدى الصدر او التيار الصدري، وهو جزء من كل الكل. اليوم برايك كيف يتعاطى مع قضايا الشعب؟ كيف يتعامل مع أصوات العراقيين المطالبة بالحق المشروع؟ هل تعتقد أن هذه الأحزاب اليوم التي تدعو إلى انتخابات والتي ترفع شعارات لخدمة الوطن والمواطن ودعم البلد بكافة جوانبه تريد فعلا أن تطبق أيا من هذه الشعارات، أم أنها شعارات كما رفعت سابقا؟ استاذ محمد، هاي اول شيء هذا اللي قاعد يصير بالعراق، هاي شعارات، كلمه واحده جاوبك فيها، بس هذا اللي قاعد يصير بالعراق مسلسل عمره 18 سنه وبعد 7 سنين 25 سنه، وتتذكرني ان شاء الله عمرك طويل. المسلسل سيناريو امريكا، اخراج ايران، تنفيذ الاحزاب وميليشياتها، والضحيه الشعب العراقي، تمام. طيب سؤال طرح احد الاخوان، يعني اريد استفيد من وجود المتصلين بالقدر الامكن حتى نستفيد. احد الاخوه قال بانه الكاظمي جاء عن طريق هذه الاحزاب، عن طريق هذه الميليشيات، وكما قال مقتدى الصدر سابقا، انا الذي جئت بالكاظمي كما جئت بالذي قبله. طيب اذا كان هو قد جاء عن طريق هذه الاحزاب، هل فعلا هو يستطيع ان يكشف عن القتلة أو يحاسب الجهات التي تستهدف العراقيين، والتي دائما ما تكون الأحزاب التي جاءت به إلى العملية السياسية؟ الكاظمي حارس على بيت مهجوم، الكاظمي حارس على بيت مهجوم مسروق مدمر مهيكل منتهي. الكاظمي لا شيء، الرجل روح يسرى هاي يسرى، روح يمنى هاي يمنى، اقعد اقعد، قوم قوم، نام نام، اكل اكل، اشرب اشرب. الكاظم الرجل بالامر استاذ محمد، نعم استاذ محمد، الكاظم ولا شيء لا شيء، يعني هذا جابوه مثل ما يقول تمشيه حال، يردون يطولون اطول فتره لهم بهاي الامور. وانا استاذ محمد الفت نظرك على فد ملاحظه، تفضل. يعني رحمه استاذ محمد، احنا بالعراق هسه فيروس كورونا والدلتا الجديد، تمام. نعم. هذا الفيروس قاعد يستفحل بالعراق، وهم ساكتين، هم لهم غايه بهذا الشيء. يقول لك هنكسر الاعداد، وانت ان شاء الله تتذكر كلامه، هنكسر الاعداد على مو شنو؟ نعطيهم حجر ونعطيهم حظر ونأجل انتخابات تصير فتره طويله، هم يردون يكسبون وقت استاذ محمد على مو يخلصون ذممهم ويخلصون الشغلات الباقيه لهم. هذولي الى مو وقفه صحيحه وحقيقيه،
هذول نايمين على قلوبتنا على قلوبتنا. استاذ محمد عندي فشي بدون قلبك يحكي قبل لا اله رحم الوالدين. تفضل. طبعا انا اعوذ بالله من كلمه اني لا عندي مهجر ولا عندي محتقل، بس اني اطالب 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 كل شريف عراقي، كل عراقي شريف ويقول انا شريف وانا عراقي، كان لابس زي عربي، كان افندي وكان حامل عمامه رسول الله سبحانه اللهم صل على محمد وعلى محمد، يقول انا شريف. هذول الناس الحين قطعه قطعه من قلوبنا. يفتح بيته وانا اول شخص فاتح بيتي لاي عائله نازح حطيه يقعدون ببيتي وانا اطلع عندي بيت فارغ اطيه لهم، اول متبرع اني اول متبرع. ننقذ هاي الناس العوائل الطيبه الاصيله، ذول اهلنا اهلنا وناسنا، وعيب علينا نباوع على اعراضنا وشرفنا نايمه بالصحراء نايمه بالتراب. لكن هذول اهل خير، هذول ياكلون الصينيه يشيلونها تنزلم حتى كلهم بجدر بجدر جدر ياكلون. يعني هاي الناس لها تقاليدها ولها طبعها ولها اصولها، اهل كرم. هاي الناس ما عندها فندق بمناطقها، ما عندها فندق اوتيل، خلي الدول كلها تسمع، اوتيل ماكو بمناطقها، عندهم وظايف مفتوحه. اللي يروح انسان الى عنده شغله عنده معامله عنده كذا ويبقى هناك يستحيل الفندق، ينام وظايفهم. هاي الناس اهلنا، عيب علينا. والكل عراقي شريف ويقول انا شريف وانا احمل اسم العراق وماكل من خبز العراق وشارب من مي العراق، يفتح بيت العائلة نازحة، وأنا أول متبرع أفتح بيت العائلة نازحة وأخدمهم بخدمتهم، والأقدر علي، وأنا رجل مو غني رجل على قد حالي، بس الأقدر علي وأفتح بيتي وأنا خادم لهم. وجزيل الشكر إليك وللكادر يا أستاذ محمد. شكرا جزيلا سيد كيام من بغداد. هذا شيء طبيعي، هذه أخلاق وتقاليد وعادات العراقيين وأصولهم، طبعا دائما معروفين. لكن من يحاول أن يثير الفتن، من يحاول أن يثير التفرقة بين أبناء المجتمع العراقي، هم الذين اليوم نراهم ضمن الطبقة الحاكمة، هم الذين يرفعون بشعاراتهم خطابات وهتافات طائفية محرضة مثيرة للفتن، يريدون تقسيم هذا الشعب لكي يستطيعون أن يبقوا في مناصبهم لفترة أطول عن طريق تقويتهم بأضعاف المجتمع العراقي. عندنا رسالة من ابن الوطن من صلاح الدين يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لعنة الله على كل من أسس بنيان الظلم، اللهم لعن أعداء الله. يعني شقول شحشي، صدقوا يا ناس، حوبة الناس الأبرياء اللي راحوا لرحمة ربهم من هذاك اليوم ترى ما تروح حدر. الله يطلعها بيكم يا فاسدين وبعوائلكم اليوم قبل باكر يا سياسيين القتل والإجرام، رب العالمين لكم بالمرصاد. رسالة لدينا من فاتن من ألمانيا تقول: مساء الخير أستاذ محمد، ليش كل من يكون ناشط يقتلون أهلهم؟ وين الحكومة؟ الله يأخذ حق الناشطة فاطمة وشكرا. هو هذا سؤالنا يا سيدة فاتن، أين الحكومة؟ أين الحكومة التي وعدت بإيقاف العنف ضد العراقيين؟ أين الحكومة التي أوعزت لقياداتها الأمنية عندما تسلم الكاظم السلطة؟ قال: أوعزت إلى قيادات الأمنية بإيقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين وحماية ساحات التظاهر والناشطين من الهجمات التي تنفذها جهات مجهولة كما يقولون. أين هي هذه الحماية لأرواح الناس الذين سفكت دماؤهم من لحظة تولي السلطة من مصطفى الكاظمي إلى اليوم؟ من 5/2020 إلى اليوم، إحنا الشهر 7 انتهى تقريبا 2021. وين الوعود الحكومية؟ وين حماية المتظاهرين وساحات التظاهر والناشطين؟ أين هي هذه الوعود التي مل العراقيون منها طيلة 18 عاما من حكم هذه الأحزاب؟ وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.